سيدتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. فيديو جديد على قناتي وقناتكم إيناس بوكري. إذا مرة أخرى تحية لجميع المقاولين والمقاولات وحاملي المشاريع اللي تيشوفونا. موضوع اليوم هو موضوع جد 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 مهم. اليوم غادي نتكلموا على 7 ديال النقاط الأساسية التي يجب استحضارها ويجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الشريك في المقاولة ديالنا في صيغتين مجوز، سواء كنا في مرحلة التأسيس وكنا غادي نديرو اسوسي ماشي شريك، أو لا كانت عندنا شركة ديجا كريي كي هي اون انسيانتي دو 3 ans دو 5 ans اي بلوس واللي عندنا فيها ان اسوسي. شنو هما النقاط التي يجب استحضارها باش نكونوا غاديين بجوجنا في نفس الاتجاه؟ فالناس اللي مهتمة بهذا الموضوع نبداو على بركة الله. إذا النقطة الأولى ألا وهي لا فيزيون استراتيجيك، يعني خاص لي زاسوسي ديالنا يدوف بارطاجي لا ميم فيزيون استراتيجيك. ما يقصد بالرؤية الاستراتيجية أو الرؤية على المدى الطويل. ما يمكنش واحد لاسوسي يكون مثلا باغي يكتسح أسواق جديدة، باغي أتاكي لافريك، باغي يدير الابتكار وإنتاج منتوجات أو خدمات جديدة بالنسبة لاسوسيتي بوغ ديفلوبي لو شيفر دافير، أو لاسوسي الثاني أو لوطخ بارتي تكون يعني واحد كيشرق واحد كيغرب، واحد باغي يكبر الشركه، باغي تنتقل من الحسن الى الاحسن، واحد كيشوف مثلا غير حدا رجليه، يعني ما عندوش واحد الرؤيه اللي هي بعيده المدى. النقطه الثانيه الا وهي لو باك جراوند اللي خاصو يكون يا اما كومبليمونتير او لا سيميلير. جو ميكسبليك، مثلا نفترض بالنسبه للباك جراوند كومبليمونتير، نفترض انت واحد لي دو اسوسي كمثال بسيط، واكيد نحن نتشارك فلسفه العمل التي تعمم على ما هو فوق من دو اسوسي. فواحد فيهم الي سوبر بيان في لو تكنيك، والاخر الي سوبر بيان في الريفينو في الكوميرسيال، يعني هاد لي دو اسوسي اي سون كومبليمونتير لبعضياتهم. لو باك جراوند سيميلير هو بعض يعني المجالات التي لا تكون ربما تقنيه، بحال مثلا الماركتين، فخص يكون او موان سيميلير الا ما كانش واحد فيهم كومبليمونتير. وسطر على هذا باش تفهموني مزيان، الا ما كانوش كومبليمونتير خص او موان يكونوا قد في لا كومبريونسيون، في لا فيزيون استراتيجيك، في بزاف ديال الحوايج سيميلير. بحال مثلا واحد يهضر له على الادس، على لو سبونسورين، على دي شوز ان بو تكنيك، الاخر ما غايفهموش. داكوغ، فكما اقول دائما وكما قلت، يا اما يكونوا كومبليمونتير يا اما يكونوا او موان ان مينيموم سيميلير. النقطه الثالثه هي لي بار سوسيال، يعني مثلا حنا باغيين نبداو واحد المقاوله، حنا دو اسوسي اوتوماتيكمون درنا لي بار سوسيال 50% 50%، لا هذا خطا. فبالتالي لي بار سوسيال تحدد على حسب اول حاجه لو نيفو دونغاجمون دو شاكان دي اسوسي. لو نيفو دونغاجمون شنو كيعطي لهاد المقاوله، كيس كيل في دو مانيير جورناليير، كيس كيل في ديلي، est-ce qu'il travaille fait le mokawala à plein temps ou là il travaille à temps partiel. Sarid, un des associés, il est salarié, yani il travaille part-time, ماشي all-time. فبالتالي كاع هادشي كيلعب دور في لي بار سوسيال في تحديد داك لو بورسونتاج. البورسونتاج ماشي هو اوتوماتيكمون 50 في 50 50، وهذا خطا. كيديروا بزاف ديال المقاولات، يعني في الاول مثلا ما كانوش عارفين الا ما غير ذلك، او لا المقاوله متواجده حاليا بواحد النسبه ديال 50 في 50، الوغ كو نورمالمون ان دي اسوسي il fait plus que l'autre، يعني انكومبارابل. فبالتالي كتقول سي انجوست. النقطه الثالثه اللي غادي نتكلم عليها حول الشركاء في ايتها مقاوله هو لو رول دو توت ان شاكان اي لوتوريتي دو توت ان شاكان. يعني حنايا منين غادي نقسموا لي بيريمات ديالنا، كلها خاصو يحترم البيريمات ديالو، وكلها خاصو يونوري على احسن تقدير واحسن انعكاس لو بيريمات ديالو، اي بيان سور ريسبكتي لي ديسيزيون دو توت ان شاكان، كلها على حسب لو بيريمات ديالو. كوم اون دي اون هيرارشي سا سو ريسبكت. فبالتالي مثلا واحد سي او ديال المقاوله
on doit respecter ses décisions parce que بزاف كتوقع في هادشي ديال لونتربرونيا. علاش؟ كتلقى مثلا واحد الصحاب داروا مقاوله بعضياتهم، ايزون ديسيدي انهم ينتجوا من لو سالاريا يتجهوا لونتربرونيا، ولا يعني مثلا مقاوله اسست ما بين اصدقاء، ولا مقاوله عائليه اون سوسيتي فاميليال. فبالتالي كيكون دائما كيوقع داك الخلط ما بين لو فولي بيرسونيل ولو فولي بروفيسيونيل، وهذا خطا في ايتها مقاوله. فبالتالي واحد مثلا الى ايتي نومي جيرون في المقاوله، ولا واحد هو السي او ديال المقاوله، الى ديسيدي اون ديسيزيون سا سو ريسبكت، ماشي حيتاش هذاك صاحبي ولا حيتاش هذاك خويا ولا الوالد ديالي فاوتوماتيكمون نقدر ندخل معاه في نقاشات، ولا يكون واحد الحيز ديال لا ديسكوسيون في لا ديسيزيون فينال. لا، هذا خطا. فبالتالي هذه النقطه الله يجازيكم بالخير يجب ان تحترم احتراما كليا. النقطه الخامسه هي لا نيسيسيتي دو ريكروتمون كونت يل لو فو. يعني حنايا مثلا المقاوله ديالنا في اون سيغتان طاي وصلنا لواحد النقطه، وصلنا لو سوموم، صافي يعني خاصنا نغوكروتيو. الا بغينا هاد المقاوله تزيد للقدام، الا بغينا هاد المقاوله تعطي كثر، الا بغينا هاد المقاوله تحقق لي زوبجيكتيف ديالها، وصلنا لواحد الحد ديال لا نيسيسيتي دو ريكروتمون دو سيغتان بوست، لربما جداد في المقاوله ديالنا، اولا لا نيسيسيتي اننا نكبروا فريق العمل. فبالتالي خاصنا اون دوا لونوري. فمرة أخرى على حسب اختلاف عقلية المقاولين ولا الشركاء العمل، واحد يقدر يقول لك إيه نكبروا فريق العمل، الآخر يقول لك لا ما خصناش نكبروا فريق العمل. لذلك هضرت في الأول على لا فيزيون استراتيجيك اللي خاصها تكون لا ميم، وخاصها تكون أليني أون كوريلاسيون بوزيتيف ما بين لي زاسوسي باش تقدر هاد المقاولة تزيد القدام. النقطة السادسة هي نقطة تنبيهية مهمة. بزاف ديال شركاء العمل اشنو كيوقع لهم؟ كيقول لك انا غادي ندخل على واحد المقاولة جديدة مثلا في مجال البي تي بي، وانا ما بغيتش نكون بوحدي، وانا خفت نكون بوحدي، وانا جو سوي بيربليكس من لو فات انني نكون بوحدي في هذه المقاولة. مثلا صاغلو سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي ا اسوسي اونيك، فبالتالي بما انني ما بغيتش نكون بوحدي في هذه المقاوله غادي نتشارك مع صاحبي، ولا غادي نتشارك مع خويا، ولا غادي نتشارك مع واحد لا بيرسون اللي البيربوس دو باز علاش دخلت معاه في المقاوله هي حيتاش ما بغيتش نكون بوحدي. يعني هبت ديك الدخله للمقاوله، ولا خفت ندخل بوحدي، ولا قلت اون اسوم لي ريسك دو مانيير كونجوينت ايتترا، فنورمالمون ولا هذا خدام معايا فاوتوماتيكمون غادي ندير معاه اسوسي ايتترا. فهذا خطا، هذا خطا. يعني لذلك تكلمت مره اخرى على لا فيزيون استراتيجيك، وتكلمت على لي زوبجيكتيف، وتكلم ماشي بالضروره حيتاش انا خدام معاه، ولا ماشي بالضروره حيتاش هو صديقي، ولا ماشي بالضروره حيتاش هو من لا فامي كو غادي نتفاهم معاه في مجال المقاوله. نو صنع غير. النقطه السابعه ما يسمى هي ما يسمى بالهارد كونفرسيشن. يعني ان سيغتان مومون هاد لي اسوسي خاصهم يجلسوا بعضياتهم ويحطوا لي بوين سور لي زي، سورتو بارابور او سوجي كي سون ان بو سنسيبل كي فون ان بو انديفيرون انتر او. دونك فوالا، هادو هما سبعه ديال النقاط الاساسيه التي يجب استحضارها سواء في مرحله خلق المقاوله او في مرحله ان المقاوله ديجا كاينه وعندها خمس سنين ولا سبع سنين ولا حتى 10 سنين اي بلوس دونسيانتي ما بين لي زاكسيونير او لا ما بين لي زاسوسي. داكور، ف لا فيزيون استراتيجيك مهم ان لي زاسوسي يكون عندهم نفس لا فيزيون استراتيجيك. لا نيسيسيتي دو ريكروتمون من اجل تكبير ليكيب او لا من اجل تطوير حويجات جديده في المقاوله ديالنا. يعني لا ريبارتيسيون ديال لي بار سوسيال اللي خاصها تكون ايكيتابل على حساب كل واحد اشنو كيدير. الهارد كونفرسيشن كونت يل لو فو اي جون باس بالنسبه لي ديفيرون بوين اللي تكلمنا عليهم. هنايا غادي تقولوا لي، طرحوا لي واحد السؤال مهم، تقولوا لي ايناس في حاله ما اذا كانت الشركه ديجا كريي فيها دي زاسوسي و اون دي كلوز ما توفراتش وبغاو لي زاسوسي صافي ما يبقاوش خدامين بعضياتهم، اشنو خاص يدار؟ فهنايا
يمكن يعني مثلا لي زاسوسي بداو اونصامبل ولكن ما بغاوش يكملوا اونصامبل، فيمكن خلق مقاوله جديده مثلا ويتقاسموا لي كليون بعضياتهم، يعني كل يتفاهموا بعضياتهم، انا غادي ندي تيل بورتفوي وانت غادي دي تيل بورتفوي، ويسنيو بعضياتهم اون كلوز دو نون كونكورونس يعني ما بين هاد الشركتين بجوج. كاينه هاد القضيه هادي، كما كاينه قضيه اخرى هي ليستيماسيون ديال لا فالور دو لا سوسيتي، ويتعطاو يعني يتعطى واحد لو مونطون على حساب لا بار سوسيال ديال لا سوسيتي اون كيسيون، على حساب ليستيماسيون ديال لا فالور ديال لا سوسيتي في الوقت الراهن. ففوالا الاخوان والاخوات، نتمنىكم تكونوا استفدتم لا فيديو ديال اليوم، شكرا على المشاهده حتى للنهايه، شكرا على التتبع الدائم. الناس اللي ربما جديده في القناه، مرحبا بكم، انا ايناس والقناه ديالي مختصه في المواكبه المقاولاتيه. ما تبخلوش لينا بالضغط على زر لايك، انكم تكليكيو على زر كذلك ابوني باش يوصلكم كل جديد. والناس اللي كتشوف ان هاد القناه كدير مجهود، والناس اللي باغيه الدعم المحتوى البناء والهادف باش حتى هو تكون عنده الفرصه ديالو ويطلع في الصوره، ما عليكم الا تبارطاجيو هاد لا فيديو. تبارك الله عليكم، والى اللقاء.